رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: بمناسبة ميلاد سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وشعب البحرين العزيز خالص التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى شعب العزيز بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران الذي عقد تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ونوه سموه بما شهده المعرض من حسن إعداد وتنظيم ومشاركة فاعلة من كبريات الشركات العالمية. وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود اللجنة العليا المنظمة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، كما شكر سموه كافة الوزارات والجهات الحكومية لدورها في إنجاح هذا المعرض من خلال التنسيق والتعاون مع اللجنة المذكورة. من جانب آخر، فقد هنأ مجلس الوزراء معالي السيد بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة لفوزه بجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة تقديرا لإسهاماته الإنسانية في نشر السلام وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما أشاد مجلس الوزراء بأهمية جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة في تجسيد رؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إبراز النماذج العالمية المضيئة التي تقدم خدمات جليلة لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحسين الحياة للأجيال القادمة. بعدها نوه مجلس الوزراء بأهمية المؤتمر والمعرض الخليجي للضمان الصحي الذي عقد تحت الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مملكة البحرين بمشاركة شخصيات خليجية ودولية، منوها المجلس بأهمية الأوراق العلمية والفنية والجلسات النقاشية للمؤتمر وبالتوصيات الصادرة عنه في بناء الشراكات الإقليمية والدولية وتعزيز استدامة الخدمات الصحية. وبمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية التي ستنطلق يوم السبت المقبل، فقد تمنى مجلس الوزراء التوفيق للجميع مرشحين وناخبين في استكمال دورهم المسؤول والرائد في دعم المسيرة الديمقراطية. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء ببيان النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا المجلس أن البيان المذكور يعكس التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحرصها على إرساء العدالة وتطبيق القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته، وأن البيان قد وضع هذه القضية في إطارها الجنائي وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ترفضها مملكة البحرين شكلا ومضمونا. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على تطبيق أحكام قانون الميزانية العامة للدولة على البلديات، وذلك بإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بالميزانية العامة للدولة، لتدخل بموجب ذلك جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وإحالته إلى مجلس النواب. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمي المعادة هيكلته بصيغتها المعدلة حتى 15 من سبتمبر 2014، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مذكرتها والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتفويض معالي وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مشروعات الاستثمار وإنشاء المشروعات الاقتصادية المشتركة والتعاون بينهما في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء شركات استثمارية مشتركة، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مذكرتها والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية مع أوكرانيا، وكلف المجلس سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. سادسا، بحث مجلس الوزراء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب لتعديل قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وذلك بهدف استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، وقد تم إحالة مشروع القانون مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله إلى مجلس النواب. وضمن هذا السياق، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة بوضع المعايير والضوابط والشروط التي تتيح استخدام الخلايا الجذعية في الأبحاث وعلاج المرضى والتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال. سابعا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مرفوعين من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. والثاني، مشروع قانون بتعديل المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وفي بند التقارير الوزارية، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة وما تتضمنه من مرافق، ومن بينها مركز للمؤتمرات يستوعب 4000 مشارك، حيث أحاط سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس علما بطرح مناقصة بناء مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة في الشهر المقبل، وسيتم البدء في بنائها خلال الربع الأول من عام 2019.